مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة من دبي للإعلام لمجريات القمة العالمية للحكومات من خلال مجموعة من مراسلين المنتشرين في أروقة هذه القمة. ننتقل مجددا إلى القمة العالمية للحكومات وينضم إلينا موفد مركز الأخبار للقمة محمود حمدان. تحية لكم مجددا من القمة العالمية للحكومات وإطلالة جديدة، ولكن هذه المرة سنطل عليكم مع ضيف مميز، مع صانع محتوى ومؤثر، مع طارق سكيك. تخيل، أهلا بك طارق، أنت أحد ضيوف القمة. عندما تغطي مثل هذه القمة كإعلامي ولكن من خلال منصة وأنت صانع محتوى، ما الذي تبحث عنه؟ ما الرسائل التي قد تجدها هنا في القمة العالمية للحكومات وسط ما يشهده العالم من تغيرات واضطرابات؟ أهم شيء بتوقع لما بتوصل على أي حدث في دبي بتبحث عن الإبداع، دائما الإبداع بالتعامل مع الأمور. اليوم الجو ماطر ما شاء الله، ومع ذلك اللي أعجبني في الموضوع إنه القمة مستمرة، الحضور جميل زي ما أنت شايف، المكان مليان، يعني كالعادة دبي تؤدي أداء رائع جدا. تتحدث من خلال تخيل عن معاناة طبقات مختلفة من المجتمع، وأيضا بعض التحديات التي تواجه الناس. كيف يمكن لمثل منصة القمة العالمية للحكومات مع اجتماع هؤلاء القادة ونخبة من الخبراء أن يساهموا في رفع المعاناة عن الناس برأيك؟ دبي والإمارات بشكل عام عملت مثال يحتذى به على مستوى العالم بتوفير خدمات حكومية مميزة جدا، توفير بيئة لمجتمع عايش بأمان وهدوء، مجتمع عنده القدرة على الأداء، على الإبداع، على التطور في مختلف المجالات، الأمر اللي يجعلها المكان الأنسب والأفضل لجمع كل الخبرات الحكومية من حول العالم عشان يناقشوا هاي المواضيع تحديدا بعالم بنشوف كيف عم يعاني في أغلب بقاع الأرض للأسف. فأتوقع أنه دبي هو المكان الأمثل اللي يجمع هاي الخبراء في المجال الحكومي لمناقشة كيف ممكن الحكومات تعمل دور أفضل لتقدم خدمات أفضل لمجتمعات تعيش بصورة أفضل. كانت هناك جلسة للشباب وهم المستهدفون بشكل أكبر كما أرى من منصتك. هل يعني هل تجد في هذا المكان يعني بيئة خصبة كي تقتنص القصص المختلفة من هؤلاء الشباب التي يمكن أن تعرض من خلال منصاتك؟ شوف، الشباب إحنا مجتمع فتي جدا، المجتمع العربي مجتمع صغير بالسن، المستقبل لإلنا شاء من شاء وأبى من أبى، إحنا صغار والمستقبل لإلنا فعلا. أتوقع أنه الشباب لازم تركز على هيك أمور، التركيز على الشباب مهم جدا، القمة ما أخذ هذا بعين الاعتبار، كل ما يبحث عنه الشباب متوفر هون، وبالتالي نعم أتوقع خلال وجودي هون رح أبحث عن الرسائل الملهمة لشباب أمتنا أنه شو ممكن المستقبل يكون شكله بإذن الله. رسالة إلى صناع الحل المحتوى من اليافعين الذين بدأوا يشقون طريقهم الآن كي تصنع محتوى مؤثر ويغير فعلا في المجتمعات، ماذا تنصح؟ نصيحتي شوي مختلفة هون، نصيحتي مش لصناع المحتوى، نصيحتي لكل شاب يؤدي دور جيد في المجتمع، مسؤوليتك إنك تصنع محتوى. لازم نعبي منصات التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني بمحتوى يليق فينا كشعوب. إحنا شعوب مبدعة، عندنا شباب ما شاء الله مبدعين في مختلف المجالات، كل واحد معاه تليفون صور، اصنع محتوى، نزل بقدر الإمكان بحيث أنه نضيف ولو شيء بسيط جدا للفضاء الإلكتروني من ناحية محتوى هادف يمثلنا فعلا كأمة عربية. صانع المحتوى المؤثر طارق سكيك، شكرا جزيلا لك. ومن هنا من القمة العالمية للحكومات نعود إليكم مجددا زملائي إلى الاستوديو.